عيون عفاف. يا عمري انت، تقولي لك على راسك احسن ما اقوم ليكي. ها بعد لي حمي، ان شاء الله ظهري ولا ظهرك، ان شاء الله بتنكسر ظهوره. جيب لك شويه زيت بفك لك ظهرها. شايف شو الله سوى فيك؟ هاد كله من خطيه هالمسكينه. قال لك نقل المثل على رج الجبل. قول قوالك. قومي من هون، قومي من هون. زكيه، وين رحتي زكيه؟ وين رايحه انت الثانيه؟ بدي اعرف شو المثل. اوعك رجلي والله خالك. اتركيها يا مو، اتركيها، بركي منكسر راسها والله بيخلصك منها. شو شباب، في تتم بكفي ولا ما في؟ والله يا ابو حميد هي اخر سيجارة. على حظنا، كل مرة بتقلي ما في غير اخر سيجارة. ايه هيك حظك يا ابو حميد، شو بدنا نساوي؟ حاطي لمرعي قرشين، خليه يروح يجيب تتم ويرشها. ايه شو عليه بعطيه؟ بس اوعى يا مرعي تشتريها من عند ابو شبلي، شنو تتناتو بمزراف ابنه. ليش انت اشتريت من عند تتم؟ لا ما اشتريت من عنده، بس دقتن وما عجبوني. قال شو بده يكذب علي ويغشني على همان يا فرعون. لكن شلون بده يغشك؟ لفلي سيكارة وشفطت منه سحبتين. لك طلع مو مثل الدقن يلي منشفته هون نحنا. لك شو طلع؟ لك طلع تقيل كتير وبيلعي المنافس. بس انا بعرف شو السر. هذا مفكرني ابو حميد. هات ايدك والحقني، مو عارفه انه هالبرابيك كلها ما بتمشي علي. الله يخلي لي اياك يا ابن عمي. ان شاء الله بعيش وديات. اكم معقوله هيك؟ كم سنه ضيعنا من عمرنا على الفاضي؟ شايف؟ وانا اقول لحالي بكره بيحن واللي بعده بيحن، وانت تناش على الاخير. انا ولا انت؟ انا؟ انت اللي كنت متقل حالك علي ابن عمي زياده عن اللزوم. مشان هيك انا كنت فكر انه بالك مشغول بوحده غيري. عفاف طويله هالسيره بقى. حاضر ابن عمي، بعت لي حما قديش ظلمتك. وانا كمان ظلمتك. عفاف الله يرضى عليكي، حطينا لقمه لنكسر الصفر. شو هي هاد؟ لانه شهيره قالت لي ما تكسروا السفره قبل ما تجي لعنا هي وامك والبنات مشان يجيبوا لنا الفطور معهم. هي الشهيره دري؟ انا قلت لها. ليش قلتي لها؟ صراحه ما قدرت اخبي، وحبي لك كمان ما بيتخبى. كثير حلوين الذهبات. عجبوكي؟ بياخذوا العقل. لسه امبارح ما كنتي طايقتيه. امبارح غير اليوم ابن عمي. ايوه هي اجا الفطور. هاي المفتاح. اهلين باحلى صهر. شو وجهك هادي ابو حميد؟ انت لا تحكي معي بنوب. سمعان ولا معك سمعان؟ طول بالك خير. شوفي لا ما بدي طوله. وكلمة تانية، ابنادي لابن حماي يساعده يعمل لك اللازم. لا يا ابو حميد شوفي الله يوفقك. بس اللي لك هم عيب عليك يا منظومة اللي انه كرمه ورفقاته عم يشربوا زبل حمير. وصلت فضحنا الله يوفقك. هذا السر ما حدا بيعرفه غيري. بس انا جربته مو طلعت تون بنوب. جربته؟ لك ايه جربته. انت جربت زبل الحمار ولا الحماره؟ شو قلتوا سيدا؟ الله يصلحك يا ابو حميد، اكيد انت مجرب زبل الحمار مو الحماره. بدك تروح تدور لك على حماره معشره وعلى وش ولاده. ايه وبتجيب هالزبل تبعها وبتحمصه بمحمص بن على نار هاديه. ايه
وبعد ما تحمصهم سيدي بجيبهم بترش عليهم رشة كمون بس لا تكتر، وبعدين بجيب علبة على قدهم بتحطهم بهالعلبة وبتلفهم بقماشة مزبوطة وبتحفرهم بالأرض وبتطمرهم بالتراب 6 شهور. ايه شو ايه؟ وبعد 6 شهور طالعون وتوق هتتهم. شو بدي اساوي بمخك؟ اختك راحت لبيت احمل عقيد جابر مشان تسوي سمعته، الا خليها تزوق على حالها بقى. راحت على بيت حماله العقيد؟ ايه نعم. ما بكفي انه سترنا عليها؟ اختي شو عامله لحتى تستروا عليها؟ ما لا عامله شيء. هالكلمه صار لك قايل لي اياها مرتين، اختي شو عامله؟ قلت لك ما عامله شيء. ابو دياب من يوم ورايح انت عدوي اذا ما بتقلي اختي شو عامله. عمران خلي الطابق مستور احسن لك. شو؟ يعني في شيء؟ ايه في. القميص، قميص بياع العرقسوس. بياع العرقسوس؟ اي نعم. انت متاكد؟ الله وكيلك معلمي متاكد. معناتها لازم شوفها لشقفه القميص. ايه شو عليه معلم؟ بكره بس الله بيعافيك بتروح على الكركون بتقول له لابو جدعان بدي اشوفه بورجيك اياه. لا هلا لازم شوفه. معلم الله يوفقك، لا اطلع هلا انت تعبان. انت ما عليك، يلا قوم معي. عمرك معلم. لا يا ابو دياب لا، روحت الحربة. شلون يعني؟ شو شلون يعني؟ يعني عمران رح يذبح اخته، ما لك حق ابنه؟ لك اخي ما كان يسرى، بده يعرف اخته شو عامله. السلام عليكم. السلام عليكم. يا حي الله بالقبضيات. تي بدي الحق وانتك وراك بالحبس، يعود لا في مين يدير باله عليك ولا في مين يسأل عنك. مش كان هيك مثل ما بدك وصفوت. يا عيني عليك، قديش بدك؟ بدي يدفعوا لي حكمتي وعطلتي ويعطوني 5 ذهبات. حقك قبضاي، حقك. وهي ال5 ذهبات ليكون جاهزين. الله وكيلك هدول من حرماليا عم بدفعهم بس لحتى لفلف القصة. بس بركة لأن أبي ما رضي. لو كنت هلا لا جيب له سيرة، بتبقى بعدين بتقول له. استبينا؟ الولد حالته صعبة كتير وما خرج هلا ابنه بنحكي معاه. بركة الزلمة ما ساعتها بيكون امر الله نفاذ ويضل رجلي محبوس لحتى نتصالح مع اهله وندفع الدين. على كل خلينا نشوف عمه ابو صفوان واخوه عبده شو رايه بالموضوع. الله يصلح الامور احسن شيء. امين امين. ليش هيك سابا؟ لو انه هرب كنت اخذته لعندي على الضيعه، وهنيك الدبان الازرق ما بيعرفوا طريق. ما بيصير الحكي يا ابو محمد، ما بيصير. ابننا معتدي لازم يتجازى ويتحاكم. اي بس هو عم يقول انه هداك هو اللي حرق الحاصل. البينة على من ادعى واليمين على من انكر. عنده بينة. تفضل تفضل علي ابو صفوان. يا الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ميت اهلا وسهلا باخي الغالي. شو قولي لي؟ قلتي لها؟ ايه قلت لها. طيب شو قالت؟ شو قالت؟ انبسطت كثير وقالت اذا طلع رشدي يوم الخميس هي اللي استطعت كلمتها. وانا موافق. انا تخلص بدي اقول لعبده انه رويدا غيرت رايها مشان صفوان وانه وافقت تتجوزه. ماشي. قيموا على طربوشة راسي. ما عمي انتو مشكورين ومفضلين بس نحن ما بدنا حدا غريب يتدخل بالقصة بنوم بنوم. ليش لك ابني ليش؟ يعني هلا رشدي مو ابننا؟ بلا لك عمي رشدي ابنكم، بس صفوان الله يسلمه يعني حاكي مع جماعة فوقانيات كتير، ما بدنا نخرب عليه. يا عيب شو ما عليك؟ هلا نحن بدنا نخرب عليكم؟ شو هالحكي هاد؟ لا يا ابو محجوب لا، ما لك حق بهالحكي. مو هيك شيخي؟ أحسن شيء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم. صهري قصده إنه ابني صفوان له معارف بالسرايا بسبب مصاهرته لسالم بيك. أبو صفوان نحن كرامة لأبو عبده الله يرحمه وأبو وضاح الله يرجعه بالسلامة. ما بيهون علينا إنه رشدي ينحبس. وأنا مستعد أدفع من الذهب للألف بس أبو عجاج يطلع من الحبس. إلا أنا كتر خيرك عنيد، نحن معنا مصاري والله كافينا. يلا خاطركم. لحظة عمي بدي روح معك، أنا كمان عندي شغل. شرف عمي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو رأيكم باللي سمعتوه؟ هذا عبده واحد قليل فهم. أبوه كان يقول عنه هيك. وأبو صفوان؟
ابو صفوان الله يعيننا ويعينه لك، مو طالع بايده شيء، هذا ما معون عليون عليون. بس انا مالي رادد على كل هالحكي، انا ابو عجاج ما بتركه. سبحان الذي خلق شو متغيره هالرويده. شلون يعني؟ شلون بدي اقول لك؟ عبودة صايرة وحدة تانية غير رويدة اللي أنا بعرفها، وصايرين أنا وياها هيك مثل الأخوات وأعز. أوخ أوخ أوخ، شو بدنا أحسن من هيك؟ الحمد لله. أي والله، وصايرة عم تحكي لي كل شي بقلبها. يا علي عليها هالمسكينة، قد ما مرق على راسها مشاكل ما كانت عرفانة حالها لا شو عم بتساوي ولا شو عم تحكي. ابن عمي، أنت بتعرف إنه رويدة داخليتها بداخليتها إلى خاطر تتجوز ولا صفوان؟ شو؟ اي والله قالت لي يا ريت يرجع صفوان يخطبني لحتى وافق عليه فورا. رويدة هيك قالت لي؟ ايه رويدة هيك قالت لي. عبدو لي ساعة عم اقول لك انه هي متغيرة كتير. رويدة قالت لك انه إلها خاطر تتجوز صفوان؟ ايه، وبالعلامة اسألها. روحي نادي لها لشوف، روحي بدي اسمع منها. على راسي. معقولة؟ رويدة؟ يا رويدة شوفي تعي تقبريني، أخوكي أبو محجوب عاوزك. يلا جاي. فوتي تقبريني فوتي، لا تستحي تعي. مساء الخير أخي. فوتي أختي فوتي، مساء الخيرات. أختي، أنت عن حق بدك تجوزي صفوان ابن عمي؟ لك احكي أختي، القصة ما بدها حياة، احكي. إيه إيه، ها من الأول فرحينا. وفيها أمور ابن عمي، أعطيني هالأواعي لشوف، بدي روح على بيت أهلك خبرهم وفرحهم بالقصة، وبلكي منجيب معنا الشيخ منكتب الكتاب خيره البري عاجله. لا لا أخي، مو هلأ كتب الكتاب. إيوة، وإمتى؟ بس يطلع رجلي من الحبس. إيه؟ والله معك حق، هو أنا صفوان خبرني إنه إن شاء الله يوم الخميس بعد الظهر بيطلع. معناتها كتب الكتاب بيكون.